السلام عليكم ورحمة الله على يوتيوب معنا فيديو السيارات الجيش SUV والجيش المصري جاي نبدأ فيديو عودك تشترك في قناة صغيرة 3000 مشترك وضغط لايك على صغيرة أكبر عندنا لايكات يلا نبدأ الفيديو بدأنا الفيديو بالسيارات الدبابات هنعرف دلوقتي مقارنة بين الجيش SUV والجيش المصري ونشوف مثلا اللي حصل حرب لا قدر الله مين اللي هيكسب في هذه الحرب بدأنا تعال القوات البرية نبدأ في القوات البرية الدبابات السيوبي حدها 400 دبابة ومصر حدها 4000 دبابة يعني فرق شاسع بين مصر واثيوبيا يعني حصل حرب بالمشاة يعني مصر ممكن تتفوق فيها نبدأ المدرعات هنبدأ الحرب الاثيوبي حدها 100 مدرعة مصر حدها 11000 مدرعة يعني فرق شاسع بين مصر واثيوبيا يعني احنا 400 مدرعة يعني مصر مخش عليها كان هي موت في بابجي ولا اي حاجة مش حداهم اصلا اسلحة خالص المدافع حداها 700 مدفع ومصر حداها 3000 مدفع القوات الجوية الصواريخ السوبي حداها 180 صاروخ مصر حداها 1084 صاروخ يعني ايه فرق شاسع برضو بين مصر واثيوبيا يعني حصل يعني دوقت ايه استاذ نبدا القوات البحريه دوقت الفرقاطه وحامات الطيارات والغواصات دي كلها مصريه الاسطول مصر السيبيا مش حدها حاجة خالص صفر اما مصر حدها 316 القوات البحرية السيبيا مش حدها ولا اي قوة بحرية مصر هي حدها قوة بحرية بس هتلاقي دي عدد الجنود دلوقتي عدد الجنود هنشوف الاستعراض المصري كيف الاستعراض السلاح الجوي السوق حدها 86 طائرة مصر حدها 1054 طائرة مصر تتفوق عليها بكثير كمان مصر حدها طيران جديد السوخوي والرافار الأسلحة الحديثة اللي لسه جاية جديدة مصر وخصوصا في الاشتراك أنا سيدي 1000 مشترك وضغط لايك أنا سيدي أكبر عدد من اللايكات ومع السلامة.